النصر شيء والفتح شيء آخر. بأجواء تسودها المحبة والتفاؤل، عقد المؤتمر التأسيسي لهيئة التعليم العالي في الداخل المحرر، والذي ضم عددا من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص من الداخل والخارج، بغية وضع المبادئ الأساسية التي ستعتمد عليها الهيئة، والتي ستكون بمثابة النظام الداخلي الذي يحدد عملها، حيث ناقش الحاضرون ما تم إنجازه من قبل اللجنة التحضيرية، والتي تولت التنسيق مع كافة الجهات المختصة في الداخل والخارج، بهدف تشكيل مجلس للتعليم العالي، ستكون وظيفته تطوير عمل المعاهد الموجودة، والتي اعتبرها الحاضرون نواة للجامعات المزمع تأسيسها في الداخل، لا سيما بعد النجاح الذي حققته هذه المعاهد خلال الفترة الماضية على حد وصف القائمين على هذا المؤتمر. طبعا نحن بدأنا بتجارب عدة كالمعاهد وغيرها، هذه التجارب أثبتت وجودها على الأرض واستقطبت العديد من الطلاب، بلغ أعدادهم طبعا في حلب قرابة 1000 طالب، والآن نسعى لتطوير هذه المعاهد كي تصبح كليات، وإن شاء الله نعمل جاهدين مع الأخوة الثوار وكل من يهتم بالثورة في سوريا وبناء سوريا ثوريا، أن نكون قادرين على احتضان هؤلاء الطلاب وطبعا إيجاد كليات أو جامعات لهم تحتضنهم إن شاء الله. حيث شكل عقد هذا المؤتمر الخطوة الأخيرة في تشكيل هيئة التعليم العالي، والتي تم الإعلان عنها خلال هذا المؤتمر، والتي ستكون أولى مسؤولياتها جمع الأكاديميين العاملين في المناطق المحررة والتنسيق مع القوى المؤثرة على الأرض بهدف الانطلاق لتأسيس أول جامعة في المناطق المحررة، والتي من المقرر أن تكون جامعة إدلب هي مركز انطلاقتها. يعني مع كثير من الشباب العاملين على الأرض بأن تكون جامعة إدلب أو يكون المعاهد نفسها هي مبنى لكليات تنطلق سواء في حلب أو في عزاز أو في إدلب، ولكن انطلاقة بأن تكون الانطلاقة الأولى والركيزة الأولى والحجر الأولى هي جامعة إدلب في المناطق المحررة بإذن الله. فيما تمخض عن هذا المؤتمر الذي استمر انعقاده لمدة يومين، تشكيل عدد من اللجان الإدارية والعلمية التي ستتولى متابعة ما تقرره هيئة التعليم العالي والإشراف على إعداد المناهج العلمية ومتابعتها. إبراهيم الخطيب، أورينت نيوز، من مدينة حلب.